من أبو ظبي موفدت أخبار الآن عفراء الجو الأجواء قبل المباراة. عفراء لو سمحتي بعد نصف ساعة تقريبا تبدأ المباراة. نعم ميسون، مرحبا بك. طبعا نحن الآن خارج ملعب المباراة في مدينة زايد الرياضية. طبعا يعني نحن على باب الملعب بانتظار الدخول. اللاعبين الآن قاموا بعمليات الإحماء، لاعبين كلا الفريقين، وطبعا جماهير فريق غريميو الحقيقة جالية كبيرة جدا، جاءت من البرازيل ومن الوافدين المقيمين في الإمارات البرازيليين، حوالي 7000 مشجع تقريبا أو أكثر من فريق غريميو هنا يتواجدون في الملعب بانتظار الدخول، وطبعا الكثير من مشجعي ريال مدريد. نعم أولهم أنت طبعا عفرة. لم أسمعك يا ميسون، شو بدك تعملي إذا خسر ريال مدريد عفرة؟ طبعا يعني أنا مشجعة لريال مدريد، ولكن يعني ريال مدريد بحاجة للفوز طبعا في هذه المباراة، لأن الريال طبعا يعيش فترة سيئة على صعيد الدوري، هو متأخر بثمان نقاط عن برشلونة في الدوري الإسباني، وكذلك هو ثاني مجموعته في الشامبيونز ليج، لذلك يحتاج لأن يفوز بهذه البطولة لكي يثبت المدرب زين الدين زيدان أقدامه كمدرب للفريق. شكرا يا عفرة. عفرة الجول من أبو ظبي موفدت أخبار الآن.